هذا وتكتسب العلاقات البحرينية الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والدولي أهمية كبيرة في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد في ظل الدعم المتواصل من قبل قيادتي البلدين الشقيقين. هي صورة مثلى للعلاقات بين الأشقاء، تلك التي تشكلت عبر عقود من الزمن بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة. مسيرة مباركة شهدت محطات بارزة أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدما، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال العمل المشترك ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين. وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظهما الله، امتدت العلاقات والروابط الأسرية العميقة والوطيدة بين البلدين وازدادت متانة ورسوخا، حيث تعتبر هذه العلاقة مثالا للروابط القوية المتأصلة في وجدان الشقيقتين الخليجيتين وتاريخهما المشترك. ولعل الانسجام في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية أكثر ما يميز العلاقات بين البحرين والإمارات، والتي تقوم على أساس المساندة المشتركة في كافة القضايا، بما يحفظ أمن واستقرار البلدين والمنطقة وشعوبها. كان العمل الدؤوب ولا زال نهجاً مشتركاً للبناء على ما تم وفتح آفاق أكبر للتعاون في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد. وقد لعبت اللجنة البحرينية الإماراتية دوراً كبيراً في تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة بين الشقيقتين، ولطالما ترجم هذا التعاون من خلال التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف في المجالات، والتي تصب في مصلحة مملكة البحرين ودولة الإمارات وشعبيهما. وفي ظل ما يتمتع به البلدان من ثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز، تكتسب العلاقات البحرينية الإماراتية أهمية كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبنيهما لسياسة خارجية عقلانية ومتوازنة، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في تنفيذ سياسات طموحة في مجالات التنمية وحقوق الإنسان والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون.